الحقيقة النهاردة احنا قمنا من الصبح فوجئنا بان الدنيا بتمطر او بتشتي زي الاسكندرانية ما بيقولوا بتوع وجه بحري. والحقيقة انا النهاردة خارج من بيتنا لاقي الشوارع نظيفة قوي والكباري نظيفة قوي، خاصة ان كان في كده شوية تراب وشوية هواء، فربنا سبحانه وتعالى يعني رأف بينا والمطر دي نزلت غسلت الشوارع والشجر ويعني نزلت التراب اللي كان موجود. فاحيانا يعني بتبقى المطره دي بتبقى شيء رائع جدا جدا. انتوا عارفين ان انتوا يعني لما المطره تنزل ان حضرتك تخرج تستحمى بيها، تستحمى وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، وده موضوع تاني هبقوله لكم بعدين يعني. ففي كل الاحوال المطره ده شيء رائع جدا جدا، غسلت الشوارع والاشجار والجناين والمشهد كان رائع جدا. معايا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذ سيد واهلا بكل الساده المشاهدين. ايه اخبار المطره اللي حصلت النهارده دي؟ هو بالفعل وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، يمكن احنا من يوم الجمعه الماضيه وحتى اليوم بنشهد عدم استمرار في الاحوال الجويه وتساقط امطار في عده محافظات من الجمهوريه، واختلفت كميات الامطار ما بين يوم للتاني ومن محافظه للتانيه، واستمرت النهارده كمان على مدار اليوم في معظم محافظات شمال البلاد من السواحل الشماليه للوجه البحري للقاهرة الكبرى، ده بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. فالجمعة الثلاثة إن شاء الله يبدأ تأثير المنخفض الجوي ده يقل، فبالتالي فرص الأمطار هتتلاشى من المحافظات الداخلية وتنحصر في سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وكمان كميتها تقل هتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، ويكمل معانا بقية ان شاء الله في استقرار في الاحوال الجويه وفرص الامطار فقط في الاماكن الساحليه، مع ارتفاعات خفيفه جدا في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار بمعدل درجه لدرجتين، وهتكون العظمى على القاهره الكبرى من 26 ل 27 درجه مئويه فتره النهار. فبالتالي الاجواء الخريفيه المعتدله الدافيه فترات النهار، المائله للبروده او البريده بشكل كبير فترات الليل، وفي عوده طبعا المائيه خلال الايام اللي جايه. ايوه الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فبنأكد على كل السادة المواطنين الأيام اللي جاية ناخد بالنا، لازم القيادة تقوم باستخدام فترات الصباح الباكر مع الشبورة المائية، والملابس نأكد تاني تكون ملابس خريفية واستخدام جاكيت عند الخروج فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. أشكرك شكرا جزيلا يا فندم.